مرحبا بكم من جديد في منك نسمع. امس فاجعة في بنزرت في راس انجولا بالتحديد اليخت على الفيسبوك، فما برشا خوف صار امس من عدد من المواطنين، فما وفيات زاد في 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 البحر، فما عدد من الغرقة وانقاذ تقريبا عدد كبير اخر من المواطنين. شو اللي صار في راس انجولا بالضبط؟ شنو هي الوضعيه؟ يحضر معنا في المباشر العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحمايه المدنيه ببنزرت. سيد العميد صباح الفل ومرحبا بك. صباح النور، صباح الخير للعميد تسمع فينا على امواج اذاعه ديوان اف. شكرا لك سيد العميد، مرحبا بك معنا في المباشر. شنو اللي صار امس في راس انجولا؟ شنو اللي مش طبيعي وشنو اللي تغير ربما؟ البارح في كان الوضع عادي، دونك احنا يوميا موجودين في حراسه الشواطئ بما فيهم راس انجولا. بسنجلة هي نقطة، أعلى نقطة في إفريقيا. دونك يعني أمس حسب الميتيو وحسب النشرة الجوية يقول راهو فما ريح قوي موجود، فهمني ولا لا، باش يزيد يقوى بديرون على طول النهار. دونك في حدود تقريبا 11 تاع الصباح كلمونا العوان الإشراف نتاعنا اللي موجودين غاديك، يقولوا لنا راه عندنا ستة غرقوا في البحر. الستة هذونا فيهم عائلة متكونة من أربعة بعضهم دخل، ورغم رانا اليوم كنت اللي غرقوا طبعا مشاو هو كميه كبيره نتاع دفعه في بنزرت. البو العائله هذا رحمه الله عليه فارق الحياه، دونك وصلناه للسبيطار عنده توقف قلب رئوي الله يرحمه. والبنيه اللي عمرها تقريبا 15 سنه اللي هي بنته توفت البارح تقريبا في حدود 8 نتاع الليل، خاطر صارت برشا كميه نتاع ماء، دونك ماك تعرف توصل برشا كميه نتاع ماء تدخل لي بومون وتير تطيح الساتوراسيون دوكسيجين، دونك تقلقوا برشا. رغم المجهودات المبذوله الكبيره اللي عملوها في المستشفى لانها فارقت الحياه ان شاء الله ربي يرحمها ويصبر عليها. معناتها البو بنته توفاوا الزوز؟ البو بنته وانقذنا اربع اشخاص، يعني ست حالات غرق من بينهم زوز وفيات. ست حالات غرق من بينهم زوز وفيات. اللي صار هذايا معناتها في راس انجولا، يعني تقريبا حاله كان في راس انجولا صارت الوضعيه هذايا ولا البحر معناتها كانت الوضعيه صعيبه حتى في الشواطئ الاخرين في بنزرت؟ يعني في شواطئ اخرين زي نفس الحكايه، فهمني ولا لا، في الرفراف، في نقطه في عين مستيرة اللي هي تبع الرفراف، بورتو عندنا هي ماهيش محروسه من الحمايه المدنيه خاطر منطقه خطيره وفيها برشا حجر، دونك ما ينجمش اي واحد يعوم فيها. دونك فيها واحد غرق غادي تم تعرفه من طرف الحرس البحري وخرجوا، فهمني ولا لا. صاروا لنا زاد غرق اربع فتيات في شاطئ الرفراف وتم اخراجهم، ما تمش نقلهم للمستشفى خاطر حالتهم ما تستوجبش النقل للمستشفى. دونك احنا رانا يوميا نقوموا في عمليات انقاذ. يوميا ثم غرق معناتها. يا عباد تغرق ونخرجوهم، فهمني ولا لا، حالتهم ما يستوجبش. اكلي عرفت بدوبليش باش يغرق، فهمني ولا يطلب النجم خرجوا حتى كان شرب شويه ماء باش يقعد يكح يرجعك الماء هذاك، وبعد تتلهي عيط ويقعد ستابل ما عندوش مشكله. دونك احنا كان نجي نعطيك الارقام، انا عملي بدينا من 1 جوان تقريبا الحدود البارح 3 اوت عندنا تقريبا 346 اسعاف على عين المكان، يعني عباد غرقت وخرجنا 346 حالة غرق. يعني عندنا معدل نتاع 6-7 من الناس كل يوم يغرقوا ونخرجوا. في بنزرت واحدة معناتها الرقم هذا. في بنزرت خاطر جيش العباد اللي بتات الخويا في الشيخ تسمعوا فينا، شط بنزرت راهو يمتد على أكثر من 200 كيلومتر. أكثر من 200 كيلومتر. دونك هو راهو مع حدود باجة ولاية بنزرت من البحر نتاعها، يعني يبدأ من حدود باجة إلى حدود ولاية أريانا. امتداد كبير معناتها. كوت يعني انا فهمني ولا لا، احنا عندنا 33 نقطة حراسة. رقم كبير، لكن بورتون رقم الغرق زاد رقم حالات الغرق زاد كبيرة برشا. هذولا خاطي 11 نقطة، عندنا 11 نقطة غير محروسة. هذولا كيقولوا غير محروسة خاطر احنا نعملوا اجتماع فهمني ولا لا، ونعطوا ديكلاراسيون تاعنا ونبعثوا لرؤساء البلديات وللمجلس الجهوي للبلايص اللي تابعين الولاية المعتمديات، نبعثوا لهم على اساس باش يركزوا على مات منع السباحه. خاطر الشطوط فما شطوط تلقى فيهم حجر ما ينجموش. وتستهوى العباد اللي عندهم سيارات رباعيه الدفع. دونك يمشي يطلع في الجبل يعطيك المغامره. يعطيك صحه، حباء المغامره يحبوا يعرفوا غادي يمشي البحر هذاك باش يعوموا. والبحر هذاك تلقى فيه حجر. وبعد الحجر تلقى فيه كي تلمو يتحفر له يولي كي دواميس، فهمت شنو هو؟
دونك اللي تالي ما يعرفش وين يمشي يغرق البلايص هذوك اوتوماتيكمون يلزم يغرق. وهذو العباد اللي يغرقوا فيهم باش ما نجزموش فما 95% يخرج حالته فيت. معناتها اماكن تصنف خطيره نجم اماكن تصنف خطيره ومع ذلك العباد تمشي ومع ذلك تابع تو نرجع في ذات الموضوع نتاع الفيسبوك ولا التواصل الاجتماعي ومع ذلك العباد تمشي مع خاطر اللي يمشي ويهبط تصاور وشوف تولي عباد تجي وتمشي البلايص هذيك وما يعرفش لي روندوني سيرتو معناتها فوالا لي روندوني يمشي فهمني وجو مجموعه اكيد ما نعرفش انا من ولايات داخليه ما عندوش علاقه ما يعرفش البلاصه بالضبط ما يعرفش بنزرت يعرف الاماكن هذايا ما يعرفش البلاصه وما يعرفش وين يعوم اخي هو باش يمشي للبحر نورمالمون يلقى سباحين مقيمين ويلقى الحمايه ولا يتصل بالحمايه المدنيه يقول لهم بالله انا من الشطوط المحروسه انا فيهم الحمايه خلينا نمشي باش نمشي انا وعائلتي باش نعوم هي دعوه هذايا للناس اللي تحب تمشي بنزرت لانه بنزرت جميله والشواطئ نتاعها مزينه على الاخر وناس يمشوا لها من مختلف مناطق الجمهوريه اعرفوا وين تمشيوا وتصلوا ميساج بالحمايه المدنيه خليها هي ترشدكم الاماكن اللي قلت عليهم ال 11 النقطه الغير محروسه هذوما فيهم العلم تاع منع السباحه معناتها معلق موجود الغادي لا لا انا جيت نفسر حاجه بربي نحب نفسر تفضل الاماكن اللي نقولوا احنا خطره وغير محروسه، غير محروسه راهي عدم تواجد الحمايه المدنيه. باهي. دونك اللي موجود تلقى علامات منع السباحه. شاطئ خطير ممنوع السباحه. احنا ماك تعرف في اول ديبي سيزون يعني بدايه الاصطياد اما راس وبلديات يعالجوا البلايك بعد العباد اللي تمشي فهمني ولا ينحوا البلايك والبلايك تمشي لهم كنا ما فاهم البلايك بعد ما عشت ايام فهم البلايك اللي هزوها فما دي نحاها دونك راهو تمشي بلايس ما تلقيش فيهم حتى شيء وما تلقى لا تواجد تاع حمايه مدنيه ولا سباحين ولا سباحين منقلين وفما حتى حد منطقه مزيانه وباهيه فهمني ولا لا اما ماهيش تاع عمان تنجم تجي تتمتع بالهواء البحر وتتمتع بالجبل وتتمتع بكذا اما ما تعومش ردوا بينا فوالا معناتها الشاطئ ما فيش حمايه مدنيه سيدينا ما نخاف ما نغامرش في منطقه ما نعرفهاش وما ندخلش نعوم في بحر معناتها غير محروس وغير غير محمي. ان شاء الله ربي يبقي ستر هذاك شنو نجم نقول سيد العميد شكرا لك. ان شاء الله ربي يبقي ستر وان شاء الله العباد سامحني بربي ان شاء الله العباد تمتثل راهو السباح منقذ ولا العون الاشراف ما عندوش غايه باش يخليك ما تعومش في البحر. راهو انت كي تشوف البارح البحر هايش في راس عجله. والعباد اللي تفهم ان هي اعلى نقطه في شمال افريقيا راهو الريح اللي عندنا في 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 راس لا ماهوش موجود في الوسط ولا في الجنوب. ما تلقاش قوه الريح هي بيدها، بتات العباد اللي جت الوحده يمشيوا لجهه كبشيرات ويمشيوا سيدي مشرق يشوفوا الجر تاع الزيتون كيفاش ولا انكليني، الشجره عباره سياجده. شنو هو من قوه الريح؟ لا وبورتون ناس تغامر وتدخل البحر في الوضع هذا. بورتون العباد تمشي البحر وتلقاه هايش وكذا، راهو العباد اللي قاعده تغرق من بنزرت ومن خارج بنزرت، مش يعني من بنزرت ما يغرقوش راه. واضح. العائله اللي غرقت هذه هي عائله من بنزرت. لا ولاد البلاد معناتها يعرفوا البلاد بالضبط ويعرفوا يعرفوا راس عجله وتحذيراتها. يعني شويه صحه الراس كان يروحهم شويه صحه الراس خاطر في صلاحهم هما اكثر من صلاح الحمايه المدنيه. ربي يحمي الجميع ان شاء الله، شكرا على المجهودات، يعطيك الصحة سيد العميد كمال مليتي مدير جهة الحماية المدنية ببنزرت، احنا نوصل معكم اللقاء، مرحبا بكم حتى ال 11 متاع